لماذا اضطهدوا عمر الشريف؟ أهلا بكم في القصة وما فيها مع ريهام عياد. مبدئيا كده لازم تعرف ان عمر الشريف ده ما كانش ممثل عادي. لا، انتوا عارفين شهرة صلاح دلوقتي؟ اهو عمر الشريف كان نفس الشهرة دي بس في السبعينات. المصريين فجأة لقوه تحول من ممثل محلي عادي، لا وكمان كانوا شايفينه فاشل، لممثل عالمي بينافس على الاوسكار وبياخد الجولدن جلوب كمان. بس في وسط ده كله اسرار سياسية محدش يعرف عنها حاجة وعمر ما حد يتخيلها. انا بقول توكلنا على الله. ميشيل شلهوب اللي هو في المستقبل عمر الشريف اتولد 10 ابريل 1932، ابن وحيد لأسرة مسيحية مرتاحة. ابوه كان تاجر خشب كبير وصديق الملك فاروق، كانوا بيصطادوا مع بعض، ده غير انه كان زائر دائم لبيتهم لان كلير ام عمر كانت امرتية كبيرة، وانتوا عارفين بقى فاروق كان بيعشق القمار فكان بيروح يلعبها لوش الصبح. علشان كده كلير علمت عمر اللعب من وهو 15 سنة، فما كانش غريب ان عمر الشريف بعد كده يبقى لعيب قمار عالمي ويألف كتب عالمية كمان عن القمار. المهم على كل ده، عمر كان بيكره فاروق جدا لانه كان شايف ان تصرفاته طايشه ومش بتاعت ملوك خالص. ولما جه عبد الناصر كان فرحان بيه قوي في الاول وبيدافع عنه مع ابوه اللي كان بيكره ناصر، لكن الحب ده تحول لكره وخوف بعد جوازه من فاتن حمامه. وطبعا علاقه عمر بفاتن وقصه جوازهم انا حكيتها بالتفصيل في حلقه فاتن حمامه، ارجعوا لها. الكره ده كان سببه زياره صلاح نصر ليهم في بيتهم في عماره الاموبيليا. اصل فكره رئيس المخابرات جاي يزورنا في بيتنا دي حاجة مرعبة، وخصوصا لما يبقى صلاح نصر. والراجل كان واضح معاهم وطلب منهم وش كده انهم يبقوا عينه في الوسط الفني وينقلوا له كل كلمة بيقولها الفنانين. وعمر الشريف كان قاعد مرعوب وبيترعش، وفاتن كمان كانت مبلمة ومش عارفة ترد. ولما رفضوا طهقهم في عشتهم وما كانوش بيعرفوا ياخدوا تأشيرة سفر غير بطلوع الروح، وده اللي خلى عمر يسافر وما يرجعش. بس برضه ما سابوهوش في حاله حتى وهو بر، وطلبوا منه يعمل علاقة مع نضال الأشقر علشان يوصلوا لابوها أسد الأشقر رئيس الحزب القومي السوري في لبنان. أصله كان بيهاجم عبد الناصر جامد جدا فكانوا عايزين يخلصوا منه، وعمر وقتها كان جان جامد قوي وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين. بس عمر قال لهم قتل إيه وبتاع إيه يا جماعة، أنا راجل فنان رقيق وكيوت، إيه اللي يدخلنا أنا في الحاجات دهيت؟ قالوا له طب خلاص، البت بتحبك ونفسها تشوفك، قابلها وبعد كده قدم لها الراجل بتاعنا على إنه واحد صاحبك وهو هيعرف يتصرف. وانت بقى وانت قاعد معاها ابقاش تنفع عبد الناصر علشان هي تحس انك ضده وكده. لكن طبعا عمر اول ما قابل نضال ولقاها زي القمر صعبت عليه، مش بقولكوا كيوت؟ فقال لها بصي، اللي داخل علينا ده ضابط مخابرات مصر هيرسم عليك الحب عشان يعرف مكان ابوكي، اوعي تقوليله. وخلع عمر ولا من شاف ولا من دري، وحتى ما يعرفش ايه اللي حصل بعد كده. بس علاقته بعبد الناصر ما وقفتش هنا، واللي حصل بعدها كان كارثه بكل المقاييس. لما حصلت نكسة 67 زاد كره عمر لعبد الناصر لانه كان شايف، ونركز ان هو اللي كان شايف مش ريهام عياد خالص، ان عبد الناصر كذب على شعبه وعيشه في كذبة انه يقدر يغلب اليهود في حرب الايام الستة اللي هي النكسة يعني، والفلاحين والفقراء مشي ورا طيشه. وده والنعمة ما كلامي، ده كلام عمر الشريف وانا جملته كمان. وقال عمر انه كان مسخة الامريكان وقتها وكانوا بيعيروه بمصريته لدرجة انه كان بيبكي بحرقة من كتر المهام هنا اللي شافها. وتيجي سنة 68 ويعمل عمر الشريف فيلم فاني جيرل مع باربرا سترايزن، وده كان تاني سنة للنكسة ومحدش في مصر طايق سيرة اسرائيل ولا اليهود. وقصة الفيلم كمان كانت منيلة بنيلة لان احداثها بتدور في حي يهودي وبيحكي عن علاقة شاب يهودي ببنت يهودية، وتخيلوا بقى ان عمر كان هو الشاب اليهودي ده، فاللي هو صباح الفل. الصحافة بقى في مصر سابت النكسة باللي عملها وقالت لك امسك عمر الشريف الجاسوس اليهودي الخاين اللي بيصور مع الاعداء. وطبعا المنتجين هناك قالك الله، دعاية حلوة قوي للفيلم، وادوها بقى في نشر صور لعمر وهو حاضن باربرا. والصور دي وصلت مصر وشعللت الدنيا على الاخر، اصلها كانت ناقصة وبقى شخص غير مرغوب فيه لا في مصر ولا في الدول العربية كلها. ده جمعت الدول العربية بذات جلالة قدرها طلعت قرار بمقاطعة افلام عمر الشريف ومنع بيعها او عرضها. ما هو اصل اللي كان مزود الطين بلة ان باربرا دي كانت من من اكبر
اكبر الداعمين لاسرائيل وبتعمل حملات تبرع كمان للجيش الاسرائيلي. يا مصيبتي، ده انت وقعت في شر عملك يا عمور. ده غير ان طقم الفيلم كله بالمخرج بالمنتج بحتى صاحب الاستوديو كانوا يهود، ومش اي يهود، دول متعصبين لاسرائيل كمان. والكارثه بقى اللي وصلت لليفل الوحش ان باربرا وعمر كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا هيتجوزوا فعلا لولا ان اللوبي الصهيوني في امريكا رفض الجوازه دي عشان عمر عربي. طب الحمد لله، كتر خيرهم والله. بس انتوا فاكرين ان المصايب وقفت على كده؟ يا ريت. الصحافة بقى في مصر كانت مستلمة عمر الشريف كأنه عدوها اللدود، مع انه نجم كبير ومشهور ويشرف. لكن لما عمل فيلم تشي جيفارا سنة 69، وده كان بتمويل من المخابرات الامريكية نفسها، الدنيا قامت عليه تاني في مصر. الحقوا عمر الشريف الخاين الممول من المخابرات الامريكية. والراجل وقتها ما كانش يستجرى يرجع مصر يشوف مراته وابنه. فطبعا اسرائيل لقتها فرصة، اصلها تحب تصطاد في المية العكرة قوي، وقالت له عمر خبيبي انت مش مخبوب في مصر، لكن اسرائيل ترحب بك. وعرضوا عليه الجنسيه باعفاء من الضرايب مدى الحياه، بس هو قال لهم بس حبيبي انت وهو، انا مصري وابويا مصري وكل مصر الله عليه، ولا يمكن هتخلى عن جنسيتي او عن ديني. ويموت عبد الناصر سنة 70 ويتولى السادات. وكان ايه بقى؟ ماشي يرجع في العلاقات اللي كانت بايظه بسبب عبد الناصر، اللي هو يلا ننسى اللي فات ونفتح صفحه جديده. وسنة 76 لما كان السادات بيزور امريكا، قابل عمر الشريف في حفله عشاء في البيت الابيض، ورحب به جدا وقال له ايه يا راجل انت ما بتجيش مصر ليه؟ وكان فعلا عمر بقاله 13 سنه ما نزلش مصر خالص، وكان خايف لو رجع ما يردوش يدوله التاشيره ولا يودوه يجيب شهاده حسن سير وسلوك مع رقصات الدرجه الثالثه. فالسادات قال له لا، انت لازم تيجي تحضر فرح ابني جمال، ولو ما جيتش انا مش هكلمك تاني. وحصلت الانفراج على ايد السادات، ورجع عمر الشريف مصر وبدعوة من رئيسها كمان. بس العلاقة بين عمر والسادات ما وقفتش هنا، لان اللي جاي اهم واعظم. السادات اتصل بعمر الشريف في فرنسا وقال له يا عمر انت اشتغلت مع اليهود كتير، تفتكر انا لو رحت اسرائيل هيقابلوني ازاي؟ قال له لا معرفش يا ريس. قال له طب انا عايزك تعرف لي من مناحم بيجن رئيس وزراء اسرائيل. قال له ده هوصل له ازاي ده؟ قال له ماليش فيه اتصرف. فطلع عمر على سفاره اسرائيل في باريس وقابل السفير وقال له انا عايز اكلم بيجن. قال له نعم، دي ازاي دي يعني؟ قال له عندي رساله مهمه لازم ابلغها له. ولسه عمر بيقول للبيجن انا عمر الشريف. قال له انا عارفك وشفت كل افلامك. قال له طب كويس، السادات بيسالك لو جالكوا اسرائيل عشان يعمل معاكم معاهده سلام هتستقبلوا ازاي؟ قال له السادات يجي لنا اسرائيل هنستقبله كالمسيح طبعا. قال له حلو الكلام سلام. بس عمر بقى ما كانش عارف هيبلغ الكلام ده للسادات ازاي، فبالصدفه كده قابل السفير المصري وقال له معكش رقم انور السادات؟ وكلم عمر السادات وبلغه باللي حصل وقال له خلاص يا عمر هروح. ويموت السادات ويجي مبارك، ومفيش حاجه تذكر قوي بعلاقه عمر بمبارك، غير ان سوزان كانت بتطلب من عمر انه يبقى معاها في زياراتها لامريكا وفرنسا. ولو فاكرين ان المصايب وقفت على كده تبقوا غلطانين، اللي جاي انيل. سنة 2004 اتنشر خبرين لعمر الشريف يودوا في داهية. الأول كان لنيويورك تايمز اللي قالت إن عمر عنده 3 أحفاد نصحهم يبقوا يهود لأن الإسلام دين عنيف، وساعتها عمر اتجنن وقال أقسم بالله كدابين، والدليل إن عندي حفيدين من ابني طارق مش 3. بس فعلا طارق عمر الشريف اتجوز في بداية حياته من واحدة يهودية، وبعدها بفترة قصيرة اتطلقوا بعد ما خلفوا ابنهم عمر، والست رفعت قضية حضانة وكسبتها وبقى عمر يهودي زي أمه. لكن لما كبر عمر وقابل جده عمر الشريف قال له يا ابني انت اسمك عمر على اسم عمر بن الخطاب، وده اسم اسلامي مش يهودي، واصلك وجدودك مصريين. لكن عمر جينيور بعد موت عمر الشريف طلع قال انه يهودي ومثل الجنسيه. اما بقى الخبر الثاني فنشرته مجله مصريه وقالت ان عمر الشريف بيدعو لاقامه مهرجان القاهره السينمائي في طابا علشان الاسرائيليين يحضروه. وطبعا قرا عمر الشريف الكلام ده وشاط، ما هم شالوا كلامه كله وحطوا كلام على مزاجهم وطلعوه كانه جاسوس وخاين. وهو كان بيقول ان مكان المهرجان مش مناسب لانه في وسط البلد في الزحمه، والافضل انه يكون في بلد سياحيه الاقصر او شرم او طابا. حتى ان عمر لما قابل رئيس تحرير المجله دي اداله من المنق خيار وقال له انت كذاب، والناس شالوه من قدامه بالعافيه. اصل عمر الشريف كان عصبي قوي.
وبعد سنين طويلة من الغربة والشهرة والنجومية وعلاقات مع أكبر فنانات هوليود والعيشة في أوروبا وأمريكا، قرر عمر الشريف أنه يرجع مصر سنة 84، وقال أنا عايز أموت وأدفن في بلدي. وعمل شوية أفلام حلوة، أيوب والأراجوز وحسن ومرقص مع عادل إمام. وسنة 2012 مات أحمد رمزي صديق عمر الشريف، وبالمناسبة أحمد رمزي كان صديق مقرب جدا لرشدي أباظة ولعمر الشريف، لكن عمر الشريف ورشدي أباظة ما كانش ليهم في بعض أبدا، ومهما حاول أحمد رمزي إن هو يقربهم من بعض ما قدرش بتاتا. وسنة 2015 ماتت حب عمره فاتن حمامة، ومن بعدها نسي عمر كل حاجة، فنه ومجده وأفلامه بسبب الزهايمر، وما كانش بيفتكر بس غير فاتن حمامة. ومات عمر الشريف يوم 10 يوليو 2015 عن عمر 83 سنة، الله يرحمه. والكل قصة حكاية، وأنا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد، وأتمنى تتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام.